الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. لم تمنعنا الظروف الصعبة يوماً من مواصلة المسيرة الديمقراطية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا بحمد الله وتوفيقه بإجراء الانتخابات النيابية بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم. ومن يعرف تاريخ هذا الوطن يقف إجلالاً واحتراماً لمسيرته التي كانت على مدى 100 عام شامخة وصلبة كجبال الأردن الذي بني بسواعد أهله وأبنائه وعزيمة وتضحيات الآباء والأجداد الذين حققوا أعظم الإنجازات بأقل الموارد وكتبوا قصة نجاح اسمه الأردن. كثير سعيد بهذه الفرصة. أول شيء أسلم عليكم وأقول لكم الله يعطيكم العافية وكل شكر والتقدير لكل شيء اللي أنتم عم تعملوا للمجتمع. أنتم بتمثلوا البلد، أنتم قصة نجاح.